أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة نحل فيها امتحان الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2014-2015، وده أول امتحان طبق على هذا الكتاب اللي هو الكتاب اللي معانا. أولاً القسم الأول اللي هو الأسئلة الموضوعية. عندنا السؤال الأول اختيار من متعدد، وضع سطح مساحته 8 × 10 متر مربع، دي المساحة ايه، في مجال مغناطيسي منتظم شدته ب، بحيث كانت الزاوية بين اتجاه المجال ومتجه المساحة، خط المجال ومتجه المساحة، يبقى الزاوية كما هي، ناخدها دي زاوية السقوط، فإن التدفق المغناطيسي فاي، الفاي بتساويه بي اي كوزاين سيتا. عندنا نص في 8 × 10 في كوزاين 60، هيطلع معانا الناتج ب4/2. نص في 8 × 4، 4.5/2. طبعا لو قال لي الزاوية بين اتجاه المجال ومساحة السطح أو اتجاه المجال والسطح على طول، يبقى كنا نطرح نقول 90 ناقص 60، أما اللي هنا قال لنا اتجاه المجال بي ومتجه السطح اللي هو الان على سهم. سلك مستقيم طوله ال يمر به تيار شدته اي باتجاه عمودي، طالما هنا سلك ويمر فيه تيار كهربي يبقى بيتكلم عن قوة مغناطيسية، القوة المغناطيسية عمودي أكبر ما يمكن، بس الزاوية هنا ب90 اللي هو الطبيعية، موازي بتنعدم فبتكون الزاوية ب0. عندنا هنا عمود على اتجاه المجال المغناطيسي شدته اللي هي بي، فإن المجال يؤثر بقوة كهرومغناطيسية اللي هي الإف بي آي إل ساين سيتا، البي 8/10 ضرب 2 ضرب 0.5 ضرب ساين 90، هتنص الاتنين ب1 هتطلع ب8/10. بعد كده إذا كانت القيمة العظمى لشدة التيار المتردد اللي هو الآي ماكس، فإن القيمة الفعالة للتيار الآي آر إم إس بتساوي الآي ماكس على جذر 2 10 جذر 2 على جذر 2، هيطلع الناتج ب10، دي القيمة الفعالة. طيب بيقول لنا قطعة من السيليكون، السيليكون ده أو الجرمانيوم شبه موصل نقي يحتوي على كذا ثقبا، احنا دائما قلنا في شبه الموصل النقي عدد الثقوب يساوي عدد الإلكترونات يساوي نفس الرقم، فإن العدد الكلي لحاملات الشحنة في حالة شبه الموصل النقي، العدد الكلي لحاملات الشحنة، إما أقول إن آي زائد البي آي ده العدد الكلي لحاملات الشحنة، أو تضرب هنا مديك البي آي تضربها في 2 بي آي، 2 في البي آي أو 2 في الإن آي، هما نفس الشيء. طيب هنجمع أو نضرب عادي، هنقول 1.2 × 10 أس 10 زائد 1.2 × 10 أس 10، يطلع الناتج 2.4 × 10^10، أو تضرب الرقم ده في 2، ده في شبه الموصل النقي. لو طعمناه كمان بخماسي أو ثلاثي أضيف الذرات الخماسية على ده أو أضيف الذرات الثلاثية على ده. عند التحام بلورة شبه موصل من النوع الموجب مع شبه موصل من النوع السالب، فإن البلورة إن تكتسب إيه شحنة موجبة، والبلورة بي تكتسب شحنة سالبة، يبقى نختار موجب سالب. ده ممكن يجي نعلل أقول لأن البلورة السالبة فقدت عدد من الإلكترونات فاكتسبت شحنة موجبة، والبلورة بي اكتسبت عدد من الإلكترونات فاكتسبت شحنة سالبة. أفضل علاقة بيانية بين طاقة الفوتون وتردده، إحنا الإي تساوي الإتش إف، فالعلاقة هنا علاقة تناسب طردي، والميل يساوي ثابت بلانك اتش. سقط فوتون طاقته دي الاي طاقة الفوتون اي على سطح دالة الشغل فاي، ف
فإن طاقة الحركة، أنا عندي معادلة بتقول لنا إن الـ E تساوي الـ Phi زائد طاقة الحركة. الـ E بخمسة، الـ Phi بثلاثة، الـ KE على طول هتطلع معاك باثنين، لأن كأننا هنطرحهم من بعض، 2 إلكترون فولت. طب لو طلبها بالجول، أضرب في 1.6 ضرب 10 أس سالب 19. السؤال الثاني، ضع علامة صح وعلامة خطأ. يتولى التيار تأثيري أو حث في ملف عندما يتحرك مغناطيس وملف بسرعة واحدة وفي اتجاه واحد. غلط، لأن يعني بسرعة واحدة في اتجاه واحد لا يتم قطع خطوط المجال المغناطيسي بواسطة الملف، فلازم يمشوا بسرعتان مختلفتان في اتجاه واحد أو بسرعتين مختلفتين في اتجاهين متعاكسين. المهم يبقى فيه هي قطع لخطوط المجال المغناطيسي. دائرة التيار متردد تحتوي على مكثف يكون فيها شدة التيار I سابقاً فرق الجهد بربع دورة أو بباي على 2 راديان. صح، في حالة المكثف التيار يسبق الجهد بربع دورة أو بتسعين درجة أو بباي على 2 راديان. اتساح فجوة الطاقة المحظورة EG في حالة المواد الموصلة منعدمة. صح، بتساوي صفر. أما في المواد العازلة بتكون عالية جدا، من 4 إلى 12 إلكترون فولت، فأشباه الموصلات أكبر من الصفر وأقل من 4 فمعتدلة. أكمل دائرة رنين، يبقى بتكلم عن الرنين. تحتوي على مكثف سعته 4 مايكرو فراد. لازم أحول المايكرو، أقول 4 × 10^6 فراد دي السي، وملف معامل حسه الذاتي ال بالملي، الملي أقسم على 1000 أو أضرب في 10^3 عشان تدينا ال ال بالهنري. عاوز تردد الرنين F نوت 1/2 باي جذر ال سي 1/2 باي الجذر ال ال 64 × 10^3 4 × 10^6 هيطلع معانا تردد الرنين بكام؟ 314.557 هرتز. يبقى لازم نحول للفراد وللهنري عشان اجيب التردد. رقم جيم، اكتب المصطلح العلمي مقدار القوة الدافعة الكهربية التأثيرية إبسلون المتولدة في ملف تتناسب طرديا مع حاصل ضرب عدد اللفات إن ومعدل التغير في التدفق المغناطيسي دلتا فاي على دلتا تي. ده تعريف مين؟ قانون فاراداي. شدة التيار المستمر اللي هو ساب الشدة الذي يولد نفس كمية الحرارة التي يولدها التيار المتردد في مقاومة أومية لها نفس القيمة ونفس الزمن، دي اللي هي احنا بنسميها الشدة الفعالة للتيار المتردد الـ IRMS. الفرق بين طاقة نطاق التوصيل وطاقة نطاق التكافؤ، دي بنعرفها بيها بطاقة الفجوة المحظورة أو فجوة الطاقة المحظورة، يعني واحدة منهم أو إي جي. انبعاث الإلكترونات من فلزات معينة نتيجة سقوط ضوء له تردد مناسب عليها الانبعاث الكهروضوئي أو التأثير الكهروضوئي أو الظاهرة الكهروضوئية. القسم الثاني، الأسئلة المقالية. السؤال الثالث، علل. تستخدم الوصلة الثنائية في تقويم التيار المتردد. ليه؟ لأنها تسمح بمرور التيار في اتجاه واحد فقط وهو الاتجاه الأمامي. الأمامي اللي هو قطب البطارية الموجب بيتصل بالبلورة الموجبة وقطب البطارية السالب بيتصل بالبلورة السالبة. اذكر العوامل التي تتوقف عليها الطاقة الحركية للإلكترونات المنبعثة.
أو العوامل اللي بيتوقف عليها سرعة الإلكترونات المنبعثة، أو العوامل التي يتوقف عليها جهد القطع، كلهم يمشوا زي بعض مع فروق بسيطة. هنا تعتمد الطاقة الحركية أو السرعة أو جهد القطع على تردد الضوء الساقط اللي هو F، أو طاقة الضوء الساقط اللي هي A، أو طول موجة الضوء الساقط اللي هو لمضة. دول عامل واحد. العامل الثاني دالة الشغل فاي، أو تردد العتبة F نوت، أو طول موجة تردد العتبة اللي هي لمضة نوت، أو نوع مادة الفلز. دي عامل واحد، يبقى اختار عامل من السطر اللي فوق وعامل من السطر اللي تحت، أو اكتب كلهم براحتك، مهم واحد من فوق واحد من تحت. بعد كده عندي مسألة عن المولد الكهربائي. مولد كهربائي يتألف من 200 لفة دل N، مساحة كل منها A بالمتر المربع جاهزة، مقاومته R، موضوع في مجال مغناطيس منتظم شدته اللي هي B، عندنا هنا يدور بسرعة زاوية ثابتة اللي هي الأوميجا. احسب القوة الدافعة الكهربائية إبسلون بعد زمن مقداره 0.01 ثانية. هنكتب قانون إبسلون بيساوي ال B في ال A في ال N في الأوميجا ساين أوميجا تي. الترتيب مش مهم، رتب بأي ترتيب. هنعوض البي عندنا بخام بخمسة، المساحة بواحد من ألف، الإن بمتين، الأوميجا بخمسين ساين، عندنا الأوميجا بخمسين ضرب التي اللي هو 0.01. ملحوظة مهمة جدا، لو أعطى الزمن تي في المولد لازم نحول الآلة بالراديان بدل الدجري. يبقى أنت في المطلوب ده بس تحول الحاسبة من الدرجات للراديان في المولد بس، ويعطيك ساعتها الزمن. أما لو أعطاك زاوية خلاص ما تحولش، يعني قال لك 30 50 90 ما تحولش. أما لو قال لك الزمن ب 0.01 أي زمن اداك له قيمة، يبقى لازم نحولها بالراديان. يبقى دي هنا الآلة بالراديان، هيطلع معاك الناتج تقريبا 23.97 فولت. المطلوب الثاني عاوز القوة الدافعة العظمى إبسلون ماكس. إبسلون ماكس اللي هو قبل الساين البي اي ان أوميجا، باعتبار ان الساين سيتا بواحد، فهنعوض خمسة في واحد من ألف في 200 في 50، هيطلع معاك الناتج بالفولت بكام؟ 50 فولت. طب عاوز القيمة العظمى لشدة التيار اي ماكس، اي ماكس من قانون اوم ابسلون ماكس على الار، يعني 50 على الار ب10 يطلع معاك ب5 امبير. السؤال الرابع، قارن بين شبه موصل من النوع الموجب بي وشبه موصل من النوع السالب ان، حاملات الشحنة الاكثرية في الموجب الثقوب او الفجوات او البي اي. عندنا احنا هنا شبه الموصل من نوع السالب الإلكترونات أو إن آي. لو قال لك الأقلية نقول له هنا في البي الثقوب وفي الإن. عندنا لو قلنا حاملات الشحنة الأقلية هنا في البي هتبقى الإلكترونات، في حاملات الشحنة الأقلية في السالب الثقوب. بعد كده بيقول لنا ماذا يحدث لنيترون إذا قذف بسرعة ثابتة عموديا في مجال مغناطيسي منتظم؟ اللي يحصل الحدث نقول يستمر في حركته في بخط مستقيم، أو لا تتأثر حركته. السبب
لأنه يتأثر بقوة لا يتأثر، لأنه لا يتأثر بقوة مغناطيسية، لأنه متعادل الشحنة، ما ليش شحنة، شحنته بصفر، فهنا ما يبقى تبقى الكيو بصفر، الإف بتساوي بي في كيو، طبعا عمود ساين 90، هتبقى هنا البي ضرب الفي ضرب الكيوب صفر، هتطلع القوة تساوي صفر، ما فيش قوة مغناطيسية بتأثر عليها. هناخد مسألة على التيار المتردد، مسألة كويسة. دائرة التيار المتردد تحتوي على مقاومة صرفة اللي هي الآر، وممانع ملف ممانعة الحسية كذا، ومكثف ممانعة السعوية كذا، وفرق الجهد الفعال في ار ام اس كذا. عاوز المقاومة الكلية. طالما الدائرة بتحتوي على أكثر من عنصر، يعني مثلا احتوت على اكس ال واكس سي، اكس ال والار، اكس سي والار، يبقى على طول نستخدم قانون الزد ونعوض ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي لكل تربيع. الار 4 تربيع زائد 8 ناقص 5 تربيع، هتطلع معاك بخمسة أوم. شدة التيار الفعال على طول تفتكر مثلث قانون أوم، في آي والمقاومة، هنا المقاومة اللي استخدمها لازم تكون مكافئة للكل، يبقى زد آر إم إس آر إم إس، في ماكس آي ماكس. طيب إحنا هنا عاوزين التيار، يبقى الآي وهنا فعال، آي آر إم إس يساوي الفي آر إم إس على المقاومة الكلية زد 20 على 5، تطلع فيها 4 أمبير. طيب عاوز سعة المكثف سي الذي يوضع بدلا من المكثف الأول والذي يجعل الدائرة في حالة رنين، مدينا هنا الإف نوت. عندنا احنا هنا أكتر من طريقة للحل، هو لما يقول لك الدائرة في حالة رنين قل له أن الإكس إل تساوي الإكس سي على طول. طيب عندنا احنا هنا احنا عاوزين السعة، يبقى خلي الاكس ال زي ما هي وفك الاكس سي، واحد على اتنين باي اف سي، تمام. طيب الاكس ال بكام في الدائرة؟ بتمانية، نحطها بتمانية، انا هغير في السي، يبقى هنا تو باي الاف، هنا اللي عاوز خمسين على باي في السي اللي انا عاوزها. طيب السي هتطلع معاك بكام؟ واحد وربع في عشرة أس سالب ثلاثة فاراد. السؤال الخامس بيقول لنا حدد على الرسم اتجاه التيار الحث المتولد في ملف أثناء دخول القطب الشمالي. دي قاعدة لينز، لما أدخل مغناطيس في ملف بيتكون قطب مشابه عشان يقاوم حركة الدخول. عندنا هنا داخل مين؟ داخل إن، فيتكون له هنا إن وهنا اس، فعشان يقاوم حركة الدخول. طب احدد اتجاه التيار التأثيري ازاي؟ بكذا طريقة. احنا عندي اسهل طريقة ان انت هنا دلوقتي تخلي ابهامك ناحية القطب الشمالي، ابهامك عند القطب الشمالي. طيب ادي هنا ادي الابهام عند القطب الشمالي، يبقى صابعك في اللفات اتجاه لمين؟ لاعلى، لما كنا بناخدها في الصف الحادي عشر، يبقى ابهامي ناحية الشمال، صوابعي الفوق في اللفات. هنيجي احنا هنا، هنا في كأنه لفة واضحة، في خط ظاهر وفي خط خافت، احنا هنيجي على الظاهر ونخليها لفوق، على الظاهر نخليها لأعلى، وكده هيطلع من هنا، يطلع من الشمالي يخش في الجنوبي، يبقى هنا اتجاه التيار في اللفات هيبقى لأعلى. مش هنخلي ايه اللفتين، نخلي اللي هو بالأسود نحدد عليه، التاني هيبقى كأنه لتحت، فاحنا هنختار ايه واحدة بس ونحط على اللفات لفوق في الظاهر، في الخطوط السوداء الظاهرة. المهم هنا داخل شمالي يتكون له شمال، والقاعدة هنا دي اللي بتتكلم عن قاعدة لينز. تعتبر الوصلة الثنائية مفتاح مفتوحا عند توصيلها بطريقة الانحياز العكسي، ليه تعتبر مفتاح مفتوح لما وصلها بطريقة الانحياز العكسي؟ في أكثر من إجابة، في إجابة موجودة في الكتاب مختصرة، يقول لنا هنا لأن التيار الكهربائي بيكون ضعيف جدا حتى لو
تم تطبيق جهد كبير. بس أنا مش مفضلها، في إجابة تاني اللي هي شرح، وده هتنفعك في كذا حاجة، سواء في مقارنة، سواء في علي، سواء في صح غلط. هنقول هنا لأن اتجاه المجال الخارجي إكزايت في نفس اتجاه المجال الداخلي الإنسايد، فتتسع منطقة الاستنزاف وتزداد مقاومة الوصلة، فتمنع مرور التيار، فتكون كأنها مادة غير موصلة ومفتاح كهربائي أوف، يعني مفتوح. أما لو قال لك في حالة التوصيل أمامي بتكون مفتاح مغلق، أقول له العكس، لأن اتجاه المجال الخارجي عكس اتجاه المجال الداخلي، فتقل أو تضيق منطقة الاستنزاف وتقل المقاومة، فيمر تيار كبير يسمى بالتيار الأمامي. عندي مثل على طاقة الربط النووي. عندنا بيقول عاوز طاقة الربط النووي بوحدة المليون إلكترون فولت، ومدينا النواة. أول حاجة لازم أجيبها في مسائل طاقة الربط النووي، أحسب العدد الكتل اللي هو عدد النيوكليونات، والعدد الذري اللي هو عدد البروتونات وعدد النيوترونات. العدد الكتلي أو عدد النيوكليونات اللي هي اللي فوق 238 نيوكليون. العدد الذري اللي تحت 92 بروتون. عدد النيوترونات أطرح الإي ناقص الزد، يعني 238 ناقص 92 هتطلع معانا 146 نيوترون. وده أول حاجة أجيبها مسألة طاقة الربط النووي، سواء طلبها منك أو ما طلبهاش. بعدين أجيب طاقة الربط النووي الإي بي الساوية، إما تكتب دلتا إم في سي تربيع عشان تاخد درجة القانون على طول، بعد كده نفك بالقانون الطويل، أو اكتب القانون الطويل مباشرة. عدد الذري في كتلة البروتون زاد عدد النيوترونات في كتلة النيوترون ناقص الإم إكس، دي اللي هي الدلتا إم. في السي تربيع احنا بنعوض على طول ونختصر في التحويل، نضرب في التحويلة 931.5. الإي بي بتساوي الزت بكام؟ ب 92 في كتلة البروتون 1.00727، ده هيبقى معطى في الثوابت. عدد النيترونات 146 في كتلة النيترون 1.00866 معطى، ناقص الام اكس اللي هي كتلة نواة اليورانيوم. فين يا استاذ؟ ادي كتلتها تساوي ام اكس. دائما لما يقول لك هيقول لك ام مثلا اليورانيوم، ام الكربون، ام الحديد، فهي الام اكس دي 238.0508. سكر القوس واضرب في 931.5، هيطلع معانا الناتج تقريبا بالمليون الكترون فولت. تقريبا هيطلع ألف سبعمية تلاتة وخمسين بوينت أربعة خمسة خمسة ستة. عاوز طاقة الربط النووي لكل نيوكليون الإي بي شرطة هي إي بي على العدد الكتلي 1.75.4.5.5.6 على العدد الكتلي اللي هو فوق 238، تطلع تقريبا 7.367 مليون إلكترون فولت على نيوكليون. وكلما زادت قيمة طاقة الربط النووي لكل نيوكليون كانت النواة أكثر استقرارا. هناخد برضو امتحان 2014-2015 دور ثاني. عندنا القسم الأول أسئلة الموضوعية اختيار من المتعدد. تتولد القوة الدافعة الكهربية إبسلون نتيجة إيه؟ القوة الدافعة الكهربية تتولد نتيجة إما تغير في التدفق المغناطيسي، أو تغير في شدة المجال المغناطيسي، أو نتيجة الحركة النسبية بين المغناطيس والملف. هنا جاي لنا تغير المجال المغناطيسي، يبقى أي واحدة صح. ملف محرك يبقى بيتكلم عن محرك مستطيل الشكل مكون من 200 لفة إن، مساحة كل منها هنا بالسنتيمتر مربع، لازم أقسم على 100 تربيع أو أضرب في 10 أس سالب 4 بالمتر مربع. في مجال مغناطيسي بي مر فيه تيار شدته بالأمبير آي،
فإذا كان اتجاه المجال يصنع زاوية 90 مع العمود المقام دي سيتا اللي هي زاوية سقوط المجال، هو قال لك هو اتجاه المجال مع العمود اللي هو متجه المساحة، فإن مقدار عزم الازدواج تاو أو سي يساوي بي آي إي إن ساين سيتا. طيب عندنا البي بكام؟ البي بواحد من عشرة، الآي اتنين ضرب عشرة سالب تلاتة، الإي أربعة في عشرة سالب أربعة، الإن ميتين، هتطلع معانا بكام؟ تقريبا 1.6 ضرب 10 أس سالب 5 نيوتن في متر لعزم الازدواج. يحتوي شبه موص نقي سيليكون يعني أو جرمانيوم على 6.4 من حاملات الشحنة، ده العدد الكلي. عاوز عدد الثقوب، أو لو قال لك عاوز عدد الإلكترونات نفسها. لو ادانا العدد الكلي في شبه الموص النقي وطلب عدد الثقوب أو الإلكترونات، هيساوي العدد الكلي نقسم على 2، قسم على 2، يعني هنا 6.4 على 2 هتطلع ايه؟ 3.2 ضرب 10 أس 12، نفس الأس مش هتتغير، لأن هو مدينا العدد الكلي وعاوزين واحد منهم، بعد كل واحد منهم نقسم على 2. بيقول لنا إذا كان اتساع منطقة الاستنزاف في الوصلة اللي هي الدي والجهد الداخلي في، عاوز شدة المجال. احنا عندنا الفي بالساوية شدة المجال في الدي، الفي بستة من عشرة، عندنا الاي مجهولة، الدي أربعة في عشرة أس سالب أربعة، هتحسبها بطريقة الألحاد بيطلع معاك 1500 فولت على متر. هو هنا جايل لك بالفولت على متر، لو انت مش فاكر القانون يعني اقسم قيمة الفولت على قيمة المتر هتطلع قيمة شدة المجال الكهربائي 1500. أفضل علاقة بيانية بين طاقة الحركة الكي إي والقيمة المطلقة لجهد القطع في قط، هتكون علاقة يعني عند الإي كي إي بيساوي الإي في قط، يبقى هنا علاقة طردية، والميل يمثل مين؟ الإي شحنة الإلكترون اللي هي ثابت. السؤال رقم 6 ملغي. 7 بيقول لك عدد النيوكليونات في نواة ذرة اليورانيوم، عدد النيوكليونات المقصود بها العدد الكتلي، العدد الكتلي اللي هو الرقم اللي فوق اللي هو دم 238. طب لو قال لك عدد البروتونات او العدد الذري خد اللي تحت 92. طب لو قال لك عدد النيوترونات اطرح اللي فوق من تحت يديك 146. فشوف السؤال بالضبط، السؤال بيجي بعد كده ملغي، لان ده من اول امتحان نزل في هذا الكتاب. السؤال الثاني ضع علامة صح وعلامة غلط. دائرة التيار المتردد تحتوي على ملف حسي، يكون شدة التيار سابقا فرق الجهد بزاوية الطور باي على 2. غلط، في الملف الجهد يتأخر عن التيار، لا الجهد يتقدم عن التيار، أو التيار يتأخر عن فرق الجهد، يبقى هنا التيار يتأخر عن فرق الجهد. طب لو قلت فرق الجهد يتقدم على التيار بربع دورة أو بتسعين درجة. اتساع فجوة الطاقة المحظورة في المواد العازلة منعدمة، لا غلط، كبيرة جدا، من 4 لـ12 إلكترون فولت. يعتمد استقرار النواة على طاقة الربط النووي لكل نيوكليون، الإي بي شرطة، صح الإي بي شرطة وليس الإي بي. هناخد أكمل عبارات، السؤال الأول معلق والسؤال الثالث معلق. هناخد السؤال رقم 2 برضو، بيتكلم عن دائرة رنين تحتوي على مكثف سي 1 مايكرو يبقى 1 × 10^6 فراد، وهنا 70 ملي هنري، يبقى ال اللي هنقسم على 1000 اضرب في 10^3 يبقى 70 × 10^3 هنري. عاوز تردد الرنين، هقول الاف نوت بيساوي 1/2 باي جذر ال سي، 1/2 باي جذر ال 70 × 10^3 1 × 10^6 هيطلع معانا بكام؟ هيطلع معانا الناتج بـ601.549، نفس الفكرة اللي كانت في النموذج اللي قبله. اكتب المصطلح العلمي، ظاهرة توليد قوة دافع كهربية حسية في مواصل نتيجة تغير التدفق المغناطيسي اللي هي ظاهرة الحث الكهربائي.
مغناطيسي. أقل مقدار للطاقة اللازمة لتحويل الإلكترون من سطح الفلز دون إكسابه طاقة حركة اللي هي دالة الشغل. رقم 3 و4 معلقين. القسم الثاني الأسئلة المقالية. السؤال علل، أول سؤال معلق عن المحول. هناخد ثاني سؤال بيقول لنا تسمح الوصلة الثنائية بإمرار تيار كهربي في حالة الانحياز الأمامي. ليه؟ لسه جايين هنقول هنا لأن اتجاه المجال الخارجي اي اكزايت عكس اتجاه المجال الداخلي الاي انسايت هنا، فتقل منطقة الاستنزاف وتقل مقاومة الوصلة فيمر تيار كبير يسمى بالتيار الأمامي، ولذلك هي تعتبر مفتاح مغلق يعني أون، وكمادة موصلة هنقول نفس الإجابة. بيقول لنا أذكر فروض نظرية بلانك للتكميم. إيه هي فروض بلانك للتكميم؟ أول فرض قال إن الطاقة الإشعاعية لا تنبعث ولا تمتص بشكل سيل مستمر، ولكن تكون على صورة وحدات تسمى كمات أو فوتونات. نمرة 2 طاقة الفوتون تتناسب طردياً مع تردده. كمان بيقول لنا طاقة الفوتون هي أصغر كم من الطاقة يمكن أن يوجد بصورة مستقلة. شروط الاندماج النووي دي ملغية. هناخد مسألة برضو عن المولد. بيقول لنا مولد تيار متردد يتألف من 40 لفة إن، مساحة كل منها إيه؟ مقاومة آر. موضوع في مجال مغناطيسي منتظم شدته اللي هي بي، يدور حول محور ثابت بسرعة زاوية أوميجا. علما بأنه في لحظة صفر كانت خطوط المجال لها اتجاه المساحة ما لهاش لازمة. استنتج مقدار القوة الدافعة الكهربية في أي لحظة. أول ما أقول لك في أي لحظة يعني هنا المعادلة هتكون مياه بدلالة الزمن، يعني التي هتكون مجهولة مش معطى. فهنكتب المعادلة عادية، الإبسون بيساوي البي في الإي في الإن في الأوميجا ساين أوميجا تي، ونعوض. البي عندي بكام؟ 5 في 2 من 100 في 40 في الأوميجا ب80 في ساين 80، ونحط التي تنزل مجهولة. طيب يوم ما هنيجي نكتب الإبسل اللي قبل الساين هيطلع بكام؟ يطلع تقريبا ب320، وننزل الساين ونحط 80 تي، فهي تبقى معادلة. لما يقول لك بدلالة الزمن يعني هتكون معادلة، مش هيطلع ناتج ولا نحط وحدة قياس ولا غيره. يبقى نقول إبسلون بيساوي 320 ساين 80 تي، حيث ال 320 دي الإبسلون ماكس وال 80 دي الأوميجا السرعة الزاوية. طيب عاوز برضه الصيغة الرياضية للتيار بدلالة الزمن، يعني برضه هيبقى الزمن كأنه معادلة. الآي بيساوي إبسلون على آر، تمام. الإبسلون هنقسم نقول 320 اللي قبل الساين هي اللي نقسمها على المقاومة بس على 40، وبعدين نقول ساين 80 تي تنزل زي ما هي، فهيطلع هنا صفر مع الصفر هيطلع 8. بعد كده نكتب ساين 80 تي، بحيث اللي قبل الساين زي ما بناخدها في التيار متردد هي الاي ماكس وال 80 الاوميجا. فلما يقول لنا بدلالة الزمن يعني مش هطلع ناتج، هعمل معادلة ومش هحط وحدات قياس. متى احط وحدات قياس؟ لما يطلب مني ابسلون ماكس اي ماكس، يطلب مني الابسلون ويبقى مدينا زاوية او زمن فنطلع ناتج، اما هنا مش هنطلع ناتج طالما في بدلالة الزمن. السؤال الرابع تقريبا كله معلق لان عندنا ما المقصود. طبعا اشباه الموصلات النقية هي عناصر رباعية التكافؤ تحتوي على 4 إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، لذلك تنشئ روابط تساهمية مع الذرات المجاورة لها في البلورة. نظائر العنصر اللي هي أنوية أو ذرات لها نفس العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي.
بس هو سؤال ما المقصود ما عادش هي بيجي. طيب نرسم على المحاور الاكس ال والال، احنا قلنا الاكس ال اللي هي قانونين اوميجا ال او 2 باي اف ال، فالاكس ال مع الاوميجا مع ال مع الاف كله تناسب طردي، ودي معلقة والمسألة معلقة. السؤال الخامس، قارن بين المولد الكهربائي والمحرك الكهربائي، فكرة عمله. فكرة عمل المولد الكهربائي أو مبدأ عمله ظاهرة الحس الكهرومغناطيسي، وبرضه كاتبينه في نموذج الإجابة تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. يبقى احنا هنا ممكن اهو نكتب زي ما هو كاتبين تحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية، طبعا هنا بالحس الكهرومغناطيسي. طيب المحرك العكس، تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية عن طريق عزم الازدواج، أو فكرة عمله برضو نضيف القوة الكهرومغناطيسية، يبقى تحويل برضو بس العكس بي، ونضيف لها بي هنا القوة الكهرومغناطيسية وعزم الازدواج. يبقى انت لو قلت الحس الكهرومغناطيسي بس والقوة الكهرومغناطيسية وعزم الازدواج صح، قلت زي ما هو مكتوب في النموذج تحويل الطاقة الميكانيكية لطاقة كهربية، وهنا تحويل الطاقة الكهربية لطاقة ميكانيكية صح. شبه المقسم النوع الموجب والسالب، تكافؤ الذرة المضافة، أنا بضيف هنا ذرة فيها ثلاثية زي البورون أو الجاليوم أو الألمونيوم. في السالب خماسية خمسة زي الزرنيخ زي الفوسفور زي الأنتيمون. ماذا يحدث للطاقة الحركية الإلكترونات المنبعثة عند زيادة شدة الضوء الساقط؟ لما زود شدة الضوء الساقط أقول له هنا لا تتغير أو تظل ثابتة، ده الحدث. طب السبب؟ أقول له لأن الكي إي اللي هي طاقة الحركة لا تتوقف على شدة الضوء الساقط، إنما تتوقف على تردده، على التردد بتاعه وليس الشدة. ماذا يحدث عندما ينتقل الإلكترون من مستوى طاقة عالي إلى مستوى طاقة أقل؟ هينبعث فوتون طاقته محددة تساوي الفرق بين طاقتي الإلكترون في المستويين، اللي احنا كنا بنقول إي فوتون تساوي إي أعلى طاقة ناقص إي أقل طاقة. برضه مسألة على التيار المتردد، بيقول لي هنا دائرة التيار المتردد تتكون من مقاومة أومية R ومكثف من منعته السعوية XC وملف بيدينا معامل حس الذاتي L وجهده الفعال VRMS والتردد F. عاوز المقاومة الكلية، طالما هي أكثر من عنصر يبقى محتاج الزت، بس عشان محتاج الزت لازم أبقى عندي الXL والXC والR، بس أنا ما عنديش الXL يبقى أجيب الXL في الأول 2 باي اف ال. طيب 2 باي الاف 100 على باي في ال 25 من 100 هتطلع معاك ب 50 اوم. طيب نجيب عاد الزت، عاد الزت بتساوي الجذر التربيعي ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي لكل تربيع. عندنا الار بكام؟ الار 40 تربيع زائد اكس ال 50 ناقص اكس سي 20 هتبقى 30 تربيع، ودي هنا 40 تربيع هتطلع 50 اوم، كانها فيثاغورس. طب عاوز شده التيار الفعاله الاي ار ام اس من مثلث قانون اوم في على اي، يبقى هنا الاي ار ام اس بتساوي الفي على المقاومة في الحالة دي، ده أنا عندي ثلاثة بقسم على الزت. طيب الفي بكام؟ ب200 فولت على الزت حسبتها ب50 هتطلع معاك ب4 أمبير. طب لو قال لك شدة التيار مثلا
شدة التيار الفعالة في حالة الرنين، دي إضافية، دي في حالة الرنين، يبقى أنا هقول برضو الآي رامز ساوي الفي رامز على في الرنين، هتبقى هنا آر لأن هنعتبر الإكس إل تساوي الإكس سي، فهتبقى 200 بس هنقسم على قيمة المقاومة الأمية. قيمة المقاومة الأمية كام؟ 40، صفر مع الصفر 20، على 4 فيها 5، وش التيار هنا هتزيد لأنها تبقى أقل مقاومة وأكبر شدة تيار. تمام؟ لو طلب مننا برضو كده مطلوب نضيفه برضو بالمرة، لو قال لك زاوية فرق الطور اللي هي الفاي، فأقول له تان فاي يساوي مقابل اكس ال ناقص اكس سي على المجاور الار. الاكس ال بكام؟ الاكس ال عندنا جبناها ب50 ناقص الاكس سي 20 على الار بكام؟ ب40، يبقى تكون 30 على ال40 بطريقة الحاسبة أو أي طريقة تجيب الفاي تشوفها تطلع بكام. فده ممكن يجي لك مطلوب، احنا حطينا مطلوبين زيادة في المثل. السؤال السادس بيقول لي ارسم وصلة ثنائية مع تحديد أطرافها. الوصلة الثنائية بنرسمها رمز الاصطلاحي مثلث، القاعدة بتاعته بتمثل البيل باللورة الموجبة والرأس تمثل باللورة السالبة الان، ده تمثيل الوصل. طب هنا مدينا مغناطيس بعيدينه عن الملف، لما أبعد مغناطيس عن الملف بيتكون له قطب مخالف عشان يصير بين الملف والمغناطيس تجاذب فيقاوم حركة الخروج. طب هو طالع اس، يتكون له يا هنا ان واس. طيب اشوف اتجاه التيار التأثير ازاي بقاعدة اليد اليمنى، دائما خلي ابهامك ناحية القطب الشمالي، ابهامي ناحية القطب الشمالي، هذا الشمالي اللي هو اللي انا محددته كده، فالصوابع هتكون في اللفات لاعلى، ابهامه هذا الشمالي اللي انا حددته، يبقى الصوابع لفوق بقاعدة اليد اليمنى. هاجي عند الخطوط الزاهية اللي هي السود الزاهية خليها لفوق، ما اعملش كل الخطوط المقطعة لا المتصلة، وكده يطلع من الان دش في الاس. طيب يقول نفسر ما يلي. الاسئلة دي معلقة، المسألة كلها معلقة. بكده نكون حلينا امتحان الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2014-2015 دور أول ودور ثاني، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.